السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. على خلقك وزنة عرشكم ذات كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي متابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة من محافظة الغربية هنعرض ليكم أفخم العروض وأحسن العروض للبرق الحر الأنية مع أستاذ إبراهيم مزرعة الدلتا للإنتاج الحيواني. فخلينا بس نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة عرضنا من مزرعة الدلتا للإنتاج الحيواني أستاذ إبراهيم بيعرض لحضراتكم 20 رأس خرفان برق حر، 20 رأس خرفان برق حر، 13 ذكر وسبع حليات، 13 ذكر وسبع حليات. بس ياريت قبل ما نخش في أي تفاصيل في الأسعار وكده، ياريت ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة لأول مرة تتفرج علينا. طيب نرجع لموضوعنا، ال 13 ذكر وسبع حليات دول يا جماعه للبيع حبل واحد، للبيع حبل واحد. الاعمار بتاعتهم 3 شهور، الاعمار بتاعتهم 3 شهور. حاجه بسم الله ما شاء الله، خرفان شبعانه لبن، خرفان يا جماعه شبعت لبن وبسم الله ما شاء الله داخله علف، وزي ما حضراتكم شايفين كده هما دلوقتي بيعلفوا. اما بالنسبه للاسعار يا جماعه، فالسعر بتاع الحبل واحد طبعا جمله داخل العرض 2300 جنيه للراس، 2300 جنيه لل 20 رأس، تمام كده؟ يبقى الرأس واقف معانا ب 2300 جنيه للبيع حبل واحد. أما بالنسبة لمكان مزرعة الدلتا للإنتاج الحيواني فهي بمحافظة الغربية بسيون. ولو حضرتك عايز تتواصل مع صاحب العرض أستاذ إبراهيم تقدر تتواصل معاه على رقم 012-899-49-428، وطبعا رقم أستاذ إبراهيم هيكون قدامك في الفيديو وهسيبه لك كمان في التعليق المثبت عشان لو حابب تنقله. وأخيرا أتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو وتدعمونا بيه. لو مرة تتفرج علينا يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الإشعارات بتاعت الفيديوهات والعروض اللي بتنزل يوميا. شكرا لحضراتكم، كان معكم محمد مصطفى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.